للحديث أكثر حول الصراع الأمريكي الإيراني في العراق، في ظل تقارير أكاديمية عن إيران وأنها مصممة على تصعيد الميليشيات لهجماتها ضد المصالح الأمريكية في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية سيد عبد الوهاب القصاب. سيد عبد الوهاب، بداية أهلا بك. مركز دراسات الحرب الأمريكي في تقرير له اليوم قال إن إيران مصممة على تصعيد هجمات المجموعات المسلحة المدعومة منها في العراق ضد القوات الأمريكية ضمن خطة مستمرة بهذا الاتجاه. لماذا يجزم الأمريكيون بأن إيران تحرض ميليشياتها على مهاجمة قواتهم في العراق بهذا الوقت؟ السلام عليكم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد يعني تأكيد الأمريكان على أن هذه الضربة قادمة، ضربات الميليشياوية قادمة، يدعمه فقط أنها يعني ضربات مستمرة، يعني ضربات لم تنقطع. نعم. على الأقل منذ استهدفت السفارة الأمريكية، ثم حادثة مقتل سليماني، ثم استهداف التاجي واستهداف K2 كركوك، ثم استهداف عين الأسد، و يعني الإصرار الميليشياوي على استهداف القوات الأمريكية في العراق يعني إصرار واضح وموجود. وفي الحقيقة يعني هو جعل الأمريكان يشربون من نفس الكأس الذي حاولوا أن يسقون العراق به. يعني الآن هؤلاء الناس الذين تصوروا أنهم حلفائهم انقلبوا عليهم وتحالفوا مع سادتهم التاريخيين التي هي المنظمة أو المؤسسة الدينية الإيرانية التي تحكم إيران حاليا. التأكيد حقيقي، يعني التأكيد حقيقي، أكده كذلك البيان الذي أصدره القائد العام المنصرف رئيس الوزراء المنصرف عادل عبد المهدي، الذي بيّن فيه بأن هناك استهدافات مستمرة. هو حاول أن يصوغها كما قال تقريركم، حاول أن يمسك بالعصا من المنتصف بأن يضع اللوم على الميليشيات من جهة، ويلمح بلوم للقوات الأمريكية فيما إذا قامت هي نفسها بضربة دون التنسيق مع الحكومة العراقية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن القوات الأمريكية وأن الرئيس الأمريكي ليس مخولاً بتنفيذ ضربات خارج الولايات المتحدة، ما لم يكن هنالك دليل دامغ على أن المصالح القومية الأمريكية أو أرواح الأمريكان معرضة للخطر. نعم سيد عبد الوهاب، إلى أي مدى مثلا يعتقد بأن إيران وأذرعها العسكرية في العراق وفي المنطقة في وضع يساعدها على تحمل عواقب أي ضربة ضد القواعد الأمريكية في العراق باعتقادك؟ حقيقة يعني ما تقوم به إيران وميليشياتها في العراق هو عمل عبثي حقيقة، سيدفع ثمنه كما في كل الحالات. يعني ماذا تتصور عن الأرواح العراقية والدماء العراقية البريئة التي سفحت في المعسكرات العراقية التي استهدفتها صواريخ هذه الميليشيات؟ المسجل لدينا أن هنالك متعاقد امريكي قتل في كيوان اعتقد، او في كركوك، في ضواحي كركوك او في نواحي كركوك، وان هنالك بريطاني وامريكي قتل في التاجي. لكن امام هؤلاء هنالك العشرات من العسكريين العراقيين الذين ذهبوا شهداء، يشكون الى الله ان هنالك قوه على الارض العراقيه تصادر اراده الدوله او صادرت اراده الدوله وسفكت دماءهم ظلما. سيد عبد الوهاب، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بهذا السؤال إلى سؤال آخر. يعني قراءتكم بشأن إخلاء القوات الأمريكية لبعض قواعدها في العراق، وهل يأتي هذا الإخلاء في إطار احتمالات المواجهة العسكرية مع الميليشيات ذات الصلة بإيران مثلا؟ بالتأكيد الذي جرى على الأرض العراقية هو عملية إعادة انتشار نفذتها القوات الأمريكية ونفذتها معها قوات التحالف الدولي. نحن هنا بأجزاء حقيقة محورين، محور أمريكي ومحور أمريكا وبقية دول العالم الذين خولهم مجلس الأمن التدخل للعراق. الأمريكان وجدوا أن هنالك من مصلحتهم أن يسحبوا قواتهم إلى نقطتين حصينتين أزادت حصانتهما بتأمين القبة الحديدية بالباتريوت،
وهما حرير والقادسية التي هي عين الأسد. سحبوا قواتهم إلى هنا، أخلوا المواقع الأخرى التي توقعوا أن الميليشيات ستستهدفها واستهدفتها بالفعل. إذا نحن هنا بأثناء عملية إعادة انتشار، وأنا أرى أن عملية إعادة الانتشار الاستراتيجي هذه هي فعل استراتيجي أمريكي يهدف إلى التمسك بهاتين القاعدتين، كما لمح الرئيس ترامب في وقته بأنهم قد صرفوا مليارات الدولارات على تطوير قاعدة عين الأسد، وإن أرادت الحكومة العراقية هذه القاعدة فإن عليها أن تدفع التكاليف. نعم، في سؤال أخير اسمح لي لضيق الوقت سيد عبد الوهاب، هل يمكن أن يشهد العراق مثلا تكثيفا للهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وفق الرغبة الإيرانية؟ الميليشيات في العراق لا لن تستجيب إلا لأمر أو رغبة إيرانية، لن تستجيب لأي طلب من الحكومة العراقية، رغم أنها منظمة في ما يسمى بقيادة الحشد الشعبي الموجودة بإمرة القوات المسلحة العراقية، لكن لو أصدر القائد العام للقوات المسلحة أوامره الآن لهذه الميليشيات بأن تكف، لن تكف، لأنه أصدر هذا الأمر أكثر من مرة وطلب منها عدم التدخل وتدخلت. إذن هنالك قائد حقيقي موجود وراء الحدود العراقية الشرقية هو الذي يصدر الأوامر، وهذه الميليشيات تقامر بدماء شباب العراق سواء الموجودين بين صفوفها أو الموجودين في المعسكرات، وتنفذ أوامر طهران فقط، لأن طهران تريد أن تخوض معركتها مع الولايات المتحدة خارج الأراضي الإيرانية وعلى الأرض العراقية. أتمنى أن الأمريكان قد عرفوا أين هو مكمن الخطر وأن عليهم أن يتعاملوا معه. شكرا فعلا مكمن جزيلا. الخطر هو خارج الحدود العراقية، أولئك الذين يصدرون الأوامر للميليشيات لتنفيذ ضرباتها. من واشنطن كنت ضيفنا عبر سكايب زميل المركز العربي للأحاث والدراسات السياسية سيد عبد الوهاب القصاب، شكرا جزيلا لك.